أهلين وسهلين بالحبيب الغالي الجميل خالد العبيد. تعديل عبد الرحمن. مرحبا أبو خلود. خالد العبيد. خالد العبيد. خالد العبيد. يقول لكم خالد اسمه خالد عبيد ولكن مو العبيد، خلاص خالد عبيد ابى اثبتها عندي. نواف ما اخذ شيء. خالد يلا اعطونا الخيارات شباب. اختار مسرح، مسلسلات وافلام، برامج اذاعه، بودكاست، اعلام تواصل، صوتيات. 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 اعطونا الصوتيات. او الصوتيات. وقبل نسمع الصوت وياكم خلونا نشوف وش اختار خالد عبيد. وش تختار؟ إضافة. إضافة. اختار إضافة. إضافة للحين ما قفلت. خلونا نسمع صوت شباب، نلتزم الصمت شوي. أعطونا الصوت. ارفعوا الصوت شباب. شباب الصوت. وعلي الياء. وبغيت دلعود على الولد وجاء دلعود. أول ما جاء المستشفى صبيت. سمعت الصوت؟ ضعيف. خالد عبيد ارفعوا الصوت مرة ثانية شباب. خلاص اعطونا السؤال. يلا يا خالد خليك مركز. في هذا المقطع الصوتي الإعلامي سالم بن حزام يروي سبب تسميته ابنته بدهن العود. ففي أي برنامج رواها؟ البزنس واحد، سكريبت واحد، المدهال واحد. المدهال واحد. المدهال واحد. أثبت؟ أثبت. طيب ليش قلت المدهال واحد؟ سكريبت واحد ما كان فيه برنامج. سكريبت واحد إلا كان موجود يقدم فقرة الشباب. إيه بس ما ب صح فاتت علي. إيه وكان في وكان في برنامج البزنس واحد برضه، كان في كل البرامج هو موجود. إن شاء الله المدهال بإذن الله. المدهال أنت تابعته؟ لا ما تابعت المدهال، تابعت سكريبت ورا. يلا عطنا الإجابة كانت صحيحة. من الله. طبعا يا شباب معلومة، كان متسابق في المدهال. المدهال كان سالم بن حزام متسابق وحصل على المركز الأول، وكنت أنا أيضا معه في نفس البرنامج متسابق. عرف. وهذا أحد البرامج وهو أول برنامج واقعي بث على قناة الواقع. أنا قلت المدهال عشان أعرف إنه متسابق بس ما أدري أي برنامج. يعني تفكرت إنه المتسابق. قدم واحد رحت. مشت معاك. الحمد لله. نشوف إضافة خالد عبيد كانت 4000. يلا مبروك. يلا خالد عبيد مع